أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثانية الأسرة الدرس الخامس عشر، فهم الرسم والتدريب الأول. استمع ثم دع علامة الصحيحة في المربع المناسب. So you have two options. You will tell which option. Aisha Imran. نعم، التدريب الثالث، استمع وأعد. أعوذ بالله من الوحدة الثانية، الأسرة، الدرس. الخامس عشر. ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول، استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، يصلي. أي خيار؟ Which option، السورة الأولى أو السورة الثانية؟ رقم الثاني، هذا صحيح. السورة سورة الثانية. الثانية، هذا صحيح. اثنان، ابنة. ابنة، سورة الثاني. ثانية. ثانية، سورة الثانية. ثلاثة، أم. السورة الثانية. أربعة، جد. السورة الأولى. خمسة، مصلى. السورة الثانية. ستة، عم. السورة الأولى. this word. What is the meaning of أنكل. uncle? So this one is سورة السورة الثانية. الثانية. السورة الثانية. التدريب الثاني، استمع ثم دع العلامة الصحيحة في المربع المناسب. آيفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. You will tell me which option, okay? اوكي ان شاء الله. التدريب الثاني، استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد، هذه شجرة. Which option? Then one. You will see السورة الأولى. السورة الأولى. اثنان، هذا جدي عمر. السورة الثالث. السورة الثانية. You have only two options, السورة الأولى or السورة الثانية. In this case, السورة الثانية, okay? أوكي. ثلاثة، أحمد في الغرفة. أولى. السورة الأولى. أربعة، أحمد يقرأ القرآن. السورة الأولى. خمسة، هذه صورة عمي. السورة الأولى.
هذه صورة عمي. This is the picture of my uncle. الصورة الثانية. ستة، هذه عمته زينب. الصورة الأولى. هذه عمته زينب. This is his auntie زينب. الصورة الثانية. التدريب الثالث. استمع ثم أشير إلى الصورة المناسبة. Listen then point to the appropriate picture. This time you have four options. Let me check the next student. ريهانا. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. التدريب الثالث. استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. من هذا؟ هذا عمي عادل، هو مدرس. أي خيار؟ الصورة الثانية. نعم. دال. صورة دال دال. دال. جواب the answer is دال. Okay. Right. All right. واحد here. أهلا وسهلا. أين خديجة؟ خديجة في المصلى، هي تصلي. أي خيار؟ جيم سر. جيم. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. با من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. Which option؟ حمزة. حمزة سر، حمزة ألف. I think we don't have the audio for this file. Yes, we don't have any audio for this one. الوحدة الثانية. الأسرة الدرس السادس عشر. الكلام التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: الطالب الأول، أين أحمد؟ الطالب الثاني، أحمد في المسجد يصلي. Where is أحمد؟ أحمد is in the mosque, he is praying. سامية قيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين أحمد؟ أحمد في المسجد يصلي. 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 أين فاطمة؟ فاطمة في المصلى تصلي. أين بدر؟ بدر في البيت يتوضأ. أين زينب؟ زينب في الغرفة تقرأ القرآن. أين عادل؟ عادل في المسجد يقرأ القرآن. التدريب الثاني. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: الطالب الأول، السلام عليكم، peace be upon you. الطالب الثاني، وعليكم السلام and peace be upon you too. الطالب الأول، ما هذه؟
الطالب الثاني: هذه صورة أخي. This is a picture of my brother. هو مهندس. He is an engineer. ما شاء الله. What Allah wills. فهميدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه صورة أخي هو مهندس. ما شاء الله. So what is the meaning of the word أخ؟ A brother. And أخي؟ A sister. No. Oh, even my brother. My brother has a family in term, my brother. ما هذه؟ What is this? أختي. أختي. You will هذا say, هذه أختي. you will say, this is a picture of my sister. She is a doctor in Arabic. هذه صورتي أختي هو طبيبة هو طبيبة طبيبة The word هو mean he. What is mammal it? term Yes, هو mean he. And هي mean she. هي. So you will say هذه صورة أختي هي طبيبة. I will ask you again. ما هذه؟ هذه صورتي أختي صورة هي طالبة هي طبيبة. Repeat. هي طبيبة هي طبيبة ما هذه؟ هذا ناصر هذا صورتي ولد ولد هو معلم No, the word sura has ta marbuta. This means it is a feminine word. So we will use hazihi. Hazihi suratu. And then look carefully. Listen carefully. What is the meaning of the word walid? Father. And my father? والدي والدي. والدي I will ask you again. ما هذه؟ هذه صورتي والدي هو معلم هذه صورة تو. We use the سورة والدي هو معلم. Okay. ما شاء الله. And then ما هذه؟ هذه صورة أمي. أمي هو طبيب ما هذه؟ هذه صورة ابن ابني. هو ابني هو طالب ما شاء الله. Why we say ما شاء الله؟ Any idea? Yes or no? No. But I know, but then I don't know. Mostly we use because, every time, but we don't know. Because we are introducing our family, so for the Ayn,
We use a mashallah to protect someone from evil eye. Evil Muslims eye. believe in the concept of evil eye. So to protect someone from evil eye, Muslim use the word or phrase mashallah. Even the evil eye of mother can hurt her children. So whenever a mother feel that her child is looking very beautiful, she must say mashallah to protect her children from evil eye. So whenever we see something good, we Muslims say evil, we Muslims say mashallah. التدريب الثالث هاتي جملا كما في المثال bring sentences like in the example. So this is a picture والد علي مهندس three words. We made the sentence هذا والدي علي هو مهندس. This is my father علي. He is an engineer. Okay. Next student, or معلم مريم إبراهيم. okay, do you have any question? No, I want to read, معلم. Okay, inshallah your turn will come. We actually use the alphabetical order so that everyone turns come. So inshallah your turn will come after Latifa. Okay, or is not available. Next student, Aisha Imran. نعم. Can you read this example? هذا والدي علي هو مهندس. And with name, it is not necessary to use all vowels. So we can just say هذا والدي علي. And also at the end of the sentence, it is better to not pronounce the vowel. هو مهندس. Okay. Next. هذه والدتي خديجة. هي طبيبة. هذا أخي سعيد هو معلم. هذه أختي سعيدة هي معلمة. هذا ابن بدر. هذا ابني بدر هو طالب. Here we better say هذبني بدر. هذا ابني بدر هو طالب. هذه ابنة ندى هي طالبة. هذه ابنتي ندى هي الطالبة. هذا عمي حمزة هو طبيب. التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في الأمثلة. Next student, iPhones Sumida, Hatija Amir. Yes. Al Misal Al Misal. Man Haza Ahmed Ahmedu. من هذه زينب. ما هذا مجد. ما هذه سورة. Next. Laili. You need to make the question here. Who is this? Hazihi. Hazihi
ليلي. هذه سورتي ليلي. Listen, listen, please. Translate this sentence in Arabic. Who is this? Who is this? She is Laili. Hazihi. Hazihi Laili. Hazihi. First, you need to ask the question. First, you will ask the question. Man hazihi. Man hazihi. Okay. Man hazihi. Hazihi Laili. Laila. Laila. Next. Man haza. Hazihi. Haza shajarat. For human beings, we use man. Man. Things we use ma. Ma, yes. For masculine things. Listen. For masculine things, we use haza. For feminine things which have tamar bhuta, we use hazihi. So here you will ask ma hazihi. Ma hazihi. Hazihi sajalatu. Man ha. Man haza, man hazahi, man hazi, haza umar. Man hazahi, haza surat. Listen, you are asking the question for surah. So we will say ma hazihi. What is this? Usrat. The answer will be hazihi usra. Hazihi usra. Man haza hazihi hammam. Mam is a thing. So we will ask the question ma haza. Ma haza hazihi hammam. Haza hammam. Hammam is masculine. Haza hammam. Haza hammam. Man haza Ali. Next, ma haza. Haza Quran. Ma haza Quran. Man haza hazihi Fatimatu. Man hazihi. Man hazihi. At-tadrib al-khamis tabadal al-hiwara ma'zamirik kama fil musa'. Next student is Latifa. Read the example. هذا جدي عمار وهذه جدتي آمنة. أهلا وسهلا. Next. هذا والدي أحمد وهذه والدتي زينب. أهلا وسهلا. وهذا ابني علي وهذه ابنتي عبلة. أهلا وسهلا. هذا أخي عمر وهذه أختي هدى. أهلا وسهلا. هذا عمي معاذ وهذه عمتي عزيزة. تدريب السادس أجيب عن الأسئلة التالية. Next student, who is next? مريم إبراهيم. بسم الله. وعليكم السلام. من والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله. عبد الله. Okay.
من والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والدة آمنة بنت وهب. من جد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عبد المطلب. من أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو طالب العباس. عباس. من ابن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم. من ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سوري معلم. من من ابنة ابنته؟ الرسول؟ فاطمة. من ابنته؟ فاطمة رقية أم كلثوم. من والدك؟ إبراهيم. من جدك؟ عبد الرحمن. من أمك؟ عبد الجبار. من صديقتك؟ هنا. القراءة تدريب الأول، انظر واستمع واقرأ. Next student Nabila Timur. Rehana J. Sayed. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You will repeat what you will say. الوحدة الثانية، الأسرة. الدرس السابع عشر، القراءة والكتابة. أولا القراءة. التدريب الأول، انظر واستمع واقرأ. والد. ريهانا ريبيت. والد. والد. والدة. والدة. أخ. 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 أخت. ابن. 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 عم. أم. عم. عم. جد. جد. جدة. جدة. شجرة. شجرة. أسرة. أسرة. سامية كيوم. لبيك سر. Can you tell me what is the word for who? Who? Man. Man. Spelling. Spell ميم زبر نون من. Who? This. But we have some other words as well. Whom, whom, which, and man is for question, but this word is not for question. So it, okay. This is some other word. Think. Initial two letters are alif lam. Alif lam. Next letter is zal. Only one. Allazi. الذي. Correct. الذي. Next. For feminine. Sam or for feminine. التي. التي. Spelling.
حمد لام زبر ال لام كري زبر لا تا يا زيرتي التي التي سوري لام زبر لا التي next when when حين no I written two letters here is Hamza Zalvir is what is the next letter in the word إذا when isn't إذا next family أسرة no أسرة is a written that we cannot use أسرة some other word okay أهل 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 this ذلك no ذلك is that we need that. This okay هذا spelling هذا ها ها هذا برها ذال إليزابيث هذا زبر زیر پیش یہ اردو کے لفظ ہیں عربی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عربی میں کہتے ہیں فتح کسرہ دما اوکے جزاک اللہ اوکے سر فتح نیکسٹ نمون احد حمزہ حادال احد ریجن ایریا من منزل no منطق منطقة مناطق مناطق منطقة around حول حا واو لام حول to mean imply عن يعني عني عني not لا لم ما ما next student Tamida. Yes, sir. What is the word for to go? To go. راح يروح. Word for as for. So I don't know. Thank. أنا. بس. Read this. بس. بس. حال. بس. أحوال. حال. Next. بس. Number three. حال three number three حال شهر أشهر شهور هنا month number four شهر شهر أشهر شهور حال هنا number two بس باسين بس هنا هير نمبر فور هنا حال أحوال ها أليف لام حال أحوال شين ها را
شهر أشهر شهور. ها نون أليف هنا بل بل هل حال أحوال. ها أليف لام بل بل شين هارا شان أشهر أشهر شهور بل أشهر بل بالام بس باسين بس رادر بل بل Next student برنامج برامج. Do you hear us? Monsieur Hur, do you hear us? Aisha. نعم. Okay. لن. برنامج برامج. Which option? Fourth option. برنامج برامج لن. لن. Second option. لن. أم second option برنامج برامج أم first option لن fourth option لن إي first option لن third option اي برنامج برامج fourth option برنامج برامج first option First mother. Huru. Yeah. First option. اي حرب حروب. Third option. حرب حروب.